المدني بصفاقس ليلة البارحة فرر 58 سجينا بعد حالة من الفوضى والبلبلة انجرت عن عملية أحراق غرفتين بهذه الوحدة السجنية. ولم تسفر هذه العملية عن أضرار بشرية في صفوف الأعوان ولا المودعين حسب ما أكدته مصادر رسمية بالجهة، موضحة أن الحادثة جد في حدود الساعة 11:15 من ليل البارحة، فيما أكد شهود عيان أن عملية فرار المساجين تمت بمساعدة مجموعة من العناصر شهد بحوزتها أسلحة بيضاء.